السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خبر سار جدا النهاردة، أخيرا الجبل اتكلم. طبعا ما تنسوش اللايك والاشتراك. النهاردة أبو جبل طلع علينا كده بإطلالة جميلة، طلع من عربيته مع أغنية جزائرية. طبعا أنا مش فاهمة منها ولا كلمة، بس حبايبي الجزائريين المتابعين أكيد طبعا هيترجمولي ويقولولي، بس شكله كده بيدل ان هو يعني بيتغزل او بيدندن، مبسوط، شكله مبسوط. طبعا منساش لايك وشير للفيديو، مستنيه في تعليقاتكم تقولولي معنى الاغنيه ايه. طبعا زي ما بنشارك دايما في التحليلات بتاعتنا للستوري بتاعت سماره وابو جبل، في اشكالهم في عيونهم، ان معايا يعني المشتركين بتوعي والمتابعين ما شاء الله عليهم كلهم فراسه، فمنتظره منكم برضه في التعليقات نعرف ابو جبل قصده ايه من الأغنية، قصده إيه من الفيديو اللي نزله. وياريت ما ننساش لايك وشير للفيديو، والسلام عليكم.